بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله جايين لكم فيديو جديد عن موضوع الجي بي اس. موضوع الجي بي اس ده بيبقى ساعات غريب لناس كتير، يعني الطلب ده طلب مني كتير جدا على اليوتيوب، ناس كتير اللي لسه بتعلم سواقة، اللي لسه مثلا شغال جديد في اوبر وكريم وان درايفر والحاجات دي، فبيبقى موضوع الجي بي اس ده غريب، ممكن يكون مشي عليه مرة حاول معرفش، في ناس بتعرف وفي ناس بتفشل. يعني الجي بي اس ده في شويه تكات بسيطه وفي شويه حاجات بسيطه، لو انت فهمتهم هتستريح وهتعرف هو ماشيك ازاي. ولو عاوز تكون محترف جدا في الجي بي اس يبقى تبقى تحاول تتعلم الجي بي اس في مناطق انت عارفها، يعني مثلا انت ساكن في المنطقه دي او في البلد دي او في المحافظه دي وحافظها 100%، فتحاول تشغل الجي بي اس وتمشي في الاماكن اللي انت عارفها. لما تمشي على الجي بي اس في البدايه في الاماكن اللي انت عارفها هتفهم بعض الحاجات اللي هو ايه ممكن تكون مش مفهومه ليك لو مشيت بيه في حتة جديدة انت مش عارفها. فالجي بي اس ده فيه شوية حركات وفيه شوية تكات بسيطة جدا هنحاول النهاردة بإذن الله نفهمها للناس. انا مسجل عندي على التليفون من الشاشة كذا مشوار كده عملته منين الجي بي اس، فحاول افصص لكم المشاوير دي واقول لكم ايه الحاجات البسيطة اللي المفروض تتبعها وانت مشغل الجي بي اس، والحاجات اللي المفروض تبص عليها وتشوفها تطلع كوبري هتنزل من كوبري هتعمل اي حاجة. فالنهاردة بإذن الله هنفهم الكلام ده للناس عشان الناس المبتدئة في الجي بي اس، في ناس عارفة الجي بي اس كويس جدا، احنا مش بنخاطب الناس دي، احنا بنخاطب الناس اللي هي لسه جديدة في موضوع الجي بي اس. هنديهم بدايات الجي بي اس وازاي يكون محترف في الجي بي اس في فترة بسيطة جدا. بس اهم حاجة لو انت مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش اللايك عشان في ناس كتيرة بتتفرج من غير ما تشترك وما تدوس لايك. يلا بقى نخش على الجي بي اس. اول ما تفتح صفحة الجي بي اس بتجيب لك الصفحة دي، يعني عندك على التليفون بتدوس على صفحة الجي بي اس بيجيب لك الصفحة دي كده من التليفون بتاعك. فبعد ما فتحنا الصفحة دي بتكتب اهو في البحث دي، البحث هنا دي بتكتب المكان اللي انت عاوز تروحه، يعني دي الصفحة الاولية اللي بتجيلك وبتكتب فيها المكان اللي انت رايحه. طب انت دلوقتي سايق ومش هتعرف تكتب العنوان اللي انت رايحه او المكان اللي انت رايحه، هتعمل ايه؟ في عندك اوبشن تاني ان انت شايف السماعة دي، بتدوس على السماعة دي وتقول بصوتك انت رايح فين، وهو اوتوماتيك بيكتب وبيوديك المكان اللي انت عاوزه. بس لما تيجي تدوس على الحاجة اللي انت عاوزها تحاول تتأكد، يعني مثلا كتبت عنوان، بص هنا اهو مثلا بيجيب لك كتبت انا عاوز اكتب مستشفى الدمرداش، فهو بيجيب لك انت كتبت ميم بيجيب لك بقى اللي هو بص مستشفى، كل ما تكتب هنا حرف بيجيب لك بقى حاجات قريبة منها، فانت ممكن تكتب حرفين ثلاثة تلاقي الحاجة اللي انت عاوزها جت، بتقلب كده في الصفحة دي وتجيب الحتة اللي انت عاوزها او المستشفى او المكان اللي انت عاوزه او البلد اللي انت عاوزها، اي حاجة انت عاوزها بتجيلك هنا. طب انت الحاجة اللي انت عاوزها جت قدامك وعاوز تدوس عليها، بتروح دايس على المكان، مثلا انا كنت عاوز مستشفى الدمرداش بدوس عليها على طول. فانت لازم تتاكد من المكان اللي انت عاوزه وتقرا المكان اللي انت عاوزه كويس عشان تقدر تدوس عليه. بعد ما ندوس عليه هيجي لك، بص دوسنا على الصفحه اهي مستشفى الدمرداش، بيجي لك الصفحه دي، بيجي لك كلمه الاتجاهات، بتدوس على الاتجاهات بيجيب لك الصفحه دي، وبعد ما تدوس على الاتجاهات تدوس على البدء، وفي قبل كده قبل الاتجاهات في برضه كلمه بدء ممكن تدوس عليها يدخلك على الجي بي اس على طول. لكن احنا بندوس الاتجاهات بيجيب لك الصفحه من فوق، بتشوف المشوار اللي انت عاوزه كامل زي صوره مصورها لك للمشوار من فوق. بعد كده بتدوس البدء. لما دوسنا بدء الجي بي اس هنا هو مدينا دقايق ومدينا كيلوات، فعندنا المشوار بتاعنا دلوقتي 39 دقيقه والكيلوات 48 كيلو، فده يعتبر معقول جدا ومشوار هيبقى يعتبر الى حد ما كويس جدا في الوقت ده. بعد كده بنبدا نمشي بالجي بي اس، في حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. بص هنا هو عشان بيقول لنا اخر الشارع هنخش يمين اللي هو طريق السويس، هننزل طريق السويس نخش يمين، فعامل لك السهم الابيض ده، شايف السهم الابيض ده؟ معناه ان انت بتخش يمين، يعني ده بيقول لك بيوجهك ان انت خلي بالك هتخش يمين في الحته دي، وبرضك بيكتبها لك هنا اهو، يعني بص هنا اهو اللي هو السهم اللي فوق ده، شايف العلامه الايقونه الخضراء دي؟ بيقول لك ان انت بعد 250 متر 220 180 120 متر، ان انت شايف السهم ده ان انت تطلع، احنا في البطيء فهنطلع على الطريق السريع، فالسهوم دي خلي بالك منها كويس جدا عشان السهم ده مهم جدا، هو اللي بيقول لك مثلا انت على كوبري، انت مثلا في مفترق طرق يمين او شمال او ثلاث طرق، فهو بالسهم ده تركز معاه بيوجهك كويس جدا بالسهم ده ان انت قدامك كام متر وتخش يمين تخش شمال. يعني بص هنا اهو اهم حاجه برضك الحته اللي فوق دي،
الحته اللي فوق دي مهمه جدا، بيقول لك قدامك قد ايه وتخش يمين، قدامك قد ايه وتخش شمال، في عندك مثلا مفترق طرق، في طلعه كوبري، في اي حاجه، بيوجهك كويس جدا عن طريق الايقونه الخضراء دي، فخلي بالك منها كويس جدا. واهم حاجه، اهم حاجه في موضوع الجي بي اس، خلي بالك منه، انا بصراحه قافله خالص. الصوت في الجي بي اس دي حاجه مهمه جدا، اوعى تشغلها. في ناس بتحب تشغلها بس انا ما بحبش اشغلها. ليه؟ ممكن يوترك، ممكن يقول لك اتجاه شمال شرقا غربا مش عارف فوق، يعني ساعات بيقول لك على اتجاهات بتبقى فوق، طب فوق انا هروح فين او رايح، يعني الاتجاه ده هيبقى ازاي، ساعات بيقول لك اتجاهات غريبه جدا، فانا بريح دماغي وبقفل الصوت ده نهائيا. وانت ماشي بردك في الطريق تخلي بالك من نقطه بردك تانية، شايفين العلامه الحمراء دي لما بيجيب لك الطريق، الطريق لما بيكون ازرق يعني الطريق مفتوح، الدنيا سالكه ومفيش اي مشكله، لما بيكون اصفر شويه زي كده الاصفر ده يعني في نسبه زحمه، ساعات بيكون شارع سالك بس في عربيات راكنه يمين وشمال بيجيبوا لك اصفر، لكن الاحمر ده اللي احنا شايفينه ده الاحمر ده يعني في حته تبقى زحمه شويه او فيها عربيات كتير، فبيعلم لك عليه علامه حمراء. وده ساعات ساعات لما بنكون مسافرين بلد بعيده او مسافرين من محافظه لمحافظه، لما بتشوف على الطريق ده في طريق سريع بتشوف الحركه دي بتتنبه لايه؟ ان انت ممكن في داخله الحته اللي انت داخلها دي يا اما فيها حادثه، يا اما فيها كمين، يا اما فيها رادار وبيوقف الناس، حاجات زي كده. فدي بردك في موضوع السفر، الناس اللي بتسافر كتير هتعرف المعلومه اللي انا بقولها دي، الجي بي اس لما يجيب لك ده في طريق سفر تعرف ان دي كارته، كمين، حادثه، رادار، اي حاجه من الحاجات دي برضك كويسه جدا بحب استخدمها انا في الجي بي اس. يعني انا بفضل الله في القاهره وفي اي حته بفضل الله حافظ الطرق ومشيت عليها كتير ورحت وجيت في القاهره بالذات اكتر من اي مكان، فبحاول لما بكون رايح مشوار زي كده بصغر الشاشه، يعني الجي بي اس شغال عادي بروح بصباعي كده بصغر الشاشه كده واشوف الطريق عامل ازاي. يعني بص الجي بي اس بيجيب لك من طريقين لثلاث طرق وساعات اربع طرق في المكان اللي انت رايحه، فانت من خبرتك ولو انت حافظ الطريق هيساعدك اكتر ان انت بتشوف انهي طريق افضل لك وانهي طريق اسلك. يعني بص ان هو جايب لي الطريق ده، الطريق اللي انا ماشيين عليه ده جايبه لي ان هو ايه، ان هو فاضل لي 14 دقيقه، وفي طريق تاني اللي هو لو دخلت يمين ده جايب لي نفس المده، المده نفسها، وجايب لي الطريق التالت ده اللي هو فيه ايه زي حوده كده او حته تهرب منها كده جايب لك بردك نفس المده. فهو بيجيب لك من ثلاث لاربع طرق، ساعات طريقين بس على حسب المكان اللي انت رايحه، فانت لو عندك خبره هيبقى فيه ايه، هتشغل دماغك في الموضوع ده، هتعرف الطريق اللي انت رايحه ده مظبوط والدنيا مظبوطه فيه ولا لا. يعني دي حاجه مهمه جدا بردك لازم ناخد بالنا منها، ان احنا واحنا رايحين طريق ما نمشيش ورا الجي بي اس وخلاص، ساعات بتبقى في حته مقفوله الجي بي اس مش قاريها وانت حافظ الطريق فعارف ان الحته دي مقفوله، لا الحته دي ساعات ما بعرفش اخدها كده، لا الحته دي ما بحبش امشي منها، فانت بتحدد. طالما الطرق كلها نفس المده او فرق دقيقه او الكلام ده كلام فاضي. لكن بقى بصوا المره دي لما جيت اخش في طريق جايب لي ثلاث طرق، والثلاث طرق كل واحد ليه مده معينه، يعني جايب لي بص 22 كيلو في 33 دقيقه، ده معقول الى حد ما الطريق ده كويس، وجايب لي الطريق اللي بعده دو اللي هو اخش من مدينه نصر ده 8 دقائق فرق 8 دقائق، وجايب لي اللي هطلع في اكتوبر 13 دقيقه فرق، ففي الوقت ده الطريق هيبقى زحمه، فهو جايب لي ثلاث طرق، فانا بقى بختار على حسب خبرتي وعلى حسب انا مشيت من الطريق ده وعارف عارف الطريق ده ايه ظروفه. ساعات بيوجهك للطريق والطريق ده بيبقى مثلا فيه كارته، فيه طلعه كوبري زي مثلا تحيا مصر مش عارف ايه لما تكون رايح اكتوبر، حاجات زي كده، فانت من خبرتك في الطريق بتحاول تشوف الطريق ماشي ازاي، التكات والحاجات اللي انت تاخد بالك منها وانت ماشي على الجي بي اس، عشان في ناس بتمشي ورا الجي بي اس وخلاص، بالذات على الدائري على كوبري اكتوبر، على الحاجات المهمه جدا اللي عاوزين نعرفها عن موضوع الجي بي اس ده، ان انا مثلا هنا هو في المنطقه دي كنت عند غمره، فهو عاوزني اطلع كوبري اكتوبر من الحته اللي هي ايه عند غمره دي، بتطلع كوبري اكتوبر من هو. الطلعه دي كتير قوي بتبقى واقفه، يعني بلاش نروح من ناحيتها عشان ايه، ساعات في وقت في اوقات كتير في اليوم بتبقى الحته دي بالذات واقفه، فانا اساسا ماشي من تحت ومش هطلعها، فبص الجي بي اس بيحاول ايه يخليني ان انا اطلعها، بتلاقيه هنك شويه كده عشان هو مش يعني هو مديك الطريق ده، فانت خدت حاجه تانية او مشيت طريق تاني فبعد كده عدل نفسه لوحده، فدي حاجه برضك تخلي بالك منها عشان الجي بي اس لو هنج معاك ساعات بيبقى وقت حته زحمه، حته هو عاوزك تخشها يمين انت دخلتها شمال، مشيت في طريق مش هو مش شايفه قوي او مثلا هو موديك في طريق تاني فبتلاقيه هنج زي ما هنج معايا دلوقتي واداك حاجه تانية خالص. وبرضك لازم نخلي بالنا من موضوع لو انت ماشي على كوبري وكده، برضك انا قلت لكم لو ما عندكش اي سهم يمين ولا حاجه زي ما وريتكم هيبقى عندك السهم مكتوب على الطريق لازق ده جايب لك سهم يمين او شمال او مش مكتوب عندك فوق، يعني بص مكتوب عندي قدامي 2 كيلو ونص وانزل من الكوبري، فانا بص عديت على كذا نزله من الكوبري، بص كذا نزله ادي النزله اهي ونزله اللي هي بتاعت التحرير وفوق الكوبري اهو والزمالك كذا نزله، هو بص
في نازله اهي اللي هي بتنزلني على على كورنيش النيل على طول. بص هو عامل لي ايه، النازله المفروض يمين، هو السهم واخدني شمال. ليه؟ عشان عاوزني اكمل على طول، هو مش عاوزني انزل النازله دي. فهو بيقول لي جايب لي السهوم اللي في النص دي اللي على الطريق نفسها دي مهمه جدا، وجايب لي بص هنا اهو بعد 160 متر اللي هو السهم، مش 160 متر وانزل من الطريق، لا 160 متر السهم، بعد السهم بص بعد السهم ال 160 بيقول لك 350 متر. يعني هو بيديك الكيلوات اللي بتتكتب فوق دي لغايه ميعاد السهم، سواء سهم موجود على الطريق نفسه تحت او سهم بيقول لك ان انت تخش يمين تخش شمال تلف وترجع، حاجات زي كده. فدي حاجات مهمه جدا في الجي بي اس، وتكات مهمه جدا. لازم لو في حد عاوز يتعلم الجي بي اس او لسه جايب عربيه جديد او لسه بيتعامل مع الجي بي اس كويس، زي ما قلنا اهم حاجه تمشي داخل المنطقه اللي انت حافظها او في المدينه اللي انت حافظها تتعلم فيها جي بي اس. انت حافظ مثلا المكان ده كله، تمشي على الجي بي اس تتعلم عليه، اللي هو حتى لو قال لك حاجه انت مش عارفها انت كده كده عارف الطريق وعارف انت ماشي ازاي، فهتساعده، اللي هو ايه هو يساعدك وانت تساعده، فهتفهم الموضوع بسرعه. ده من اهم الحاجات اللي تتعلم بيها الجي بي اس، ان انت تتعلم في منطقه عارفها. والحاجه الثانيه لو انت بتتعلم على الجي بي اس ما تشغلش الصوت، الصوت هيتعبك وهيقرفك، ممكن يوديك يقول لك شمال شرق شمال غرب الحاجات دي كلها. فدي من اهم الحاجات اللي المفروض تعملها اول ما تكون لسه مستجد او لسه بتتعلم جي بي اس، عشان تقدر تتعلم الجي بي اس وتمشي بيه من غير ما تغلط خالص ان شاء الله. وواحده واحده يعني مره على مره هتلاقي نفسك حفظت الموضوع، والموضوع سهل جدا ومش محتاج اي حاجه. اهم حاجه بقى لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، واوعى تنسى اللايك، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله.